السلام عليكم احبابي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذه لا فيديو، هذه الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم. اول حاجه غنشارك معكم لقطه من واحد الفيلم مغربي اللي داز على الاذاعه الوطنيه للتلفزه. الصراحه دات في الاولى، ولقطه يعني واحد المشهد اللي هو صغير كان المشاركه ديالي هذاك الفيلم ديال جنتلمان، المخرج ديالو هو سعيد أزر. غنخلي لكم اول حاجه المقطع باش تشوفوه، وعاد ندوزو باش نشوفوا المقاطع ديال تجهيزات العيد. يعني الفيديو ديال اليوم منقسم الى قسمين، قسم باش نعرفكم على المشهد ديالي في الفيلم ديال جنتلمان، وقسم باش نعرفكم على تجهيزات ديال العيد معايا وشنو اللي وجدت. خليكم مع الفيديو. وصافي دابا تولي في حبيبه. صافي اصبر صبر. انت قربنا نساليو وصافي، احنا قربنا نساليو. قوام ما بقى والو. صافي قربنا نساليو. صافي هي بقات غير هاد الشويه غتولفي وما يبقاش هاد الكلاصه. صبري. نهراويناتي المهم الروينه ديال الكسكسو اليوم باغا نصايب كسكسو، حيت البارح الجمعه وما صايبتوش وقلت ضروري خصني نصايبو. غنشارك معكم هذا البخودوي هذا ديال بين زوين الصراحه بالنسبه للحوايج، في واحد الريحه غزاله. انا دي فوا كناخذ في فيولي، ودي فوا كناخذ في البلو، دي فوا كناخذ هكا في الغوز. زوينين كاملين ريحتهم، كل مره كنبدل وصافي. حيدي انت لا تجي. وغنشارك معكم هذا المول هذا ديال الكيكه اللي كيجي واعر وخطير، وشحال هذه وانا كنقلب عليه كنت شفته في واحد لي فيديو عند واحد السيده تركيه كتصايب به الكيك، وعجبتني الطريقه كيفاش غتعمر به الكيك. اولا ها نتوما كديروا فيه الفخوي بزاف د الحاجات، كيعطيك واحد لوفي ديال الكيك اللي تقدر دير اي حاجه من الفوق. عندي بزاف ديال الافكار غنصايبهم به ان شاء الله. كيجي بحال التشكيل هذا، بحال بلاطو د البيض مقلوب. والله الا بحال جابوا الفكره من البلاطو د البيض. المهم الداخل ديالو بحال هكا، لقيتو في بين الثمن ديالو 150 درهم.
الصراحه الا لقيتو في بيم لي قريب ليكم غير سيرو خذوه غزال 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 حتى سميتو الماده اللي مصايب منها زوينه بزاف. وانا ديجا عندي ديمون من هذه الماده هذه يعني راه زوين بزاف بزاف بزاف. ياك عادي بحال الشكل ديال البلاطو ديال البيض مقلوب اولا بحال الشكل ديال ديك البريوش ديال الشهده اللي كان صايب ديال الشهده تصايبوه ديال الكويرات من كتقلبيه اييه كيجي بحال هكا ديال خليه النحل. المهم غزال بزاف زوين وغادي نصايب معكم فيه ان شاء الله شي حاجه نهار العيد نقدر نصايبها غدا باش يبقى لي العيد نصايب معكم فيه شي كيكه تكون معتبره اختي. الكسكسو ديالي درتو غير في الكوكوط وهذه انا واخا ما كنبانش لكم بسبب الفلاش هنايا غنشارك معكم ان شاء الله كنتسنى غير البلاكار يوصل وغنشارك معكم الدريسين كامل ديال الماكياج ود الحوايج. هنا غنعلق لكم غير البيسات ديال العيد اللي خدينا بعدا هما اللي طابلو اللي كنت شاركت معكم هذا جا هنايا فوق هذه المرايه والاخرين بلاتي نشعل الضو هذا باش يبان مزيان داكشي احضر حسيتي. هادو الاخرين جاو هنايا فوق من الكوافوز راه باقي هادشي ما بقاتش بقى واحد الروينه لهاد الجهه هي ديال الحوايج بلاصه البلاكار. هادو جاو هنايا بثلاثه بحال هكا. اول حاجه غنشاركها معكم هي اللبسه ديال سيليا جات على هاد الشكل هذا جا بدور بلدي هذا كيمشي بنيات وليدات بجوج بهم خديتو ليها فهاد اللون داك النهار حيت بالليل كان كيبان لي في الفيولي منين جبتو دابا ولبستو ليها وديكشي عاد بان لي بانه كرونه ولكن ماشي مشكل حيت ديجا انا واخده ليها بزاف ديال لبسات لسيليا ماشي بمناسبه العيد بالضبط ولكن خديت ليها بزاف تقدينا ليها بزاف لباس. وي مامو عادي صوب ليها بون خبطت راسها. بالنسبه للجليليبه ديالي انا خديتها الصراحه طالعه انا نشاركها معها شكون بحالي البنات ما عندهاش زهر في الصاله ولا ما كتفصلش جلابه انا راه في حياتي ما عمري فصلت شي جلابه. المهم خديت هذه طالعه عادي تضحك عليا عادي عمرك ما فصلتي ليا جلابه ياك المهم قال لكم ما كنلبسهمش اصلا. خديت جلابه فيها هاد لي ديطاي هادو هادي في الالوان بحال هكا هي تبان لكم. المهم عادي ما كنبغيش نفصل الصراحه ونخيط وداكشي ما عندي زهر في الصاله ما عندي زهر في الخياطه اللهم بلاش. هادي لي ديطاي ديالها كتمشوا بحال هكا التيسي ديالها بحال هكا كتجي فصلتها مخزانيه شويه كتجي عريضه وصافي كتجي هي اصلا قصيره بلاتي الفوكس كتجي هي اصلا كتلبس قصيره. خديت ليها ساك في النواغ اللي هو هذا غنشارك معكم تما الصراحه ما تيبينش. المهم ما ديوش على هاد الدروار هذا راه كلشي فيه مرون مازال ما قدينا والو. هاد الساك هذا بحال هاد الشكل في نواغ بغيون في هاد لي ديطاي هادو لي ماشي بحال هكا وفي هاد السميطه هادي ولا سلسله ما عرفتش شنو كتسمى ثقيله عادل عادل كنصور تقدر تخدم بحال هكا تقدر تخدم سمطه وحده. المهم بالنسبه لي صندال ما عرفتش صباط ما عرفتش الصنداله خلاتها ماما المقمقم المقمقم خديت هادو حتى هما بغيو مع الساك نيت على هذا الشكل هذا. ما تضحكوش عليا كنلبس 40 يقول لي سيري تكاجي مع العسكر ما منك فايده رجلك كبيره ولا شي حاجه اختي كنلبس 40 و50 في عين العاديه. المهم لي طالون ديالهم بحال هكا ويلا كيجيو مقمقمين خلاتها ماما المقمقم المقمقم. لي طالون خديت هادو وهذه اللبسه ديال عادل حتى هي قنيطيره جات بهذا لي ديطاي هادو فيها عقيق دات هنايا. هاد البليغات كنوصلوني ما عرفتوش شاركتهم معكم ولا لا. بالنسبه لسيليا انا اللي درت ليها هاد اللاستيك الصراحه حيت ما عرفتش تمشى بهم فيهم هاد الموتيف ديال ميني ماوس وصلوني هما والقنيطيره ديالهم انا نشاركها معكم. القنيطيره ديالهم اللي هي من وراها كتجي فيها هاد اللاستيك فحال هكا مشدود كتجي فحال محزومه. انا ركففتها ليها بزاف من التحت حيت السيده قلت لها ديال 2 وصيفطتها ليا كبيره بزاف على 2 راه فيها حتى 4 واقيله هذه كففتها لها حتى هي في هذا الموتيف ديال ميني ماوس بحال هكا. صراحه عجبوني من الثوب ديال جوهره ديال اللبسه هكا الصباح ديال العيد اولا نهار الجمعه بحال هكا. المهم غزي ولا الصراحه زوينه
وبالنسبه لهاد البيسه هادي ديجا عندها سيليا بليغه بليغه ديال تفراوت ديال الشلوح ديال البلاد ديالنا باش غتلبسها مع هاد البيسه هادي. وهذيك القندوره خلاص راه معها البليغه ديالها. المهم هادي اللي شفتوني في الفيديو اللي فات لبستها ديال نهار 27. هادي ان شاء الله هادي الصباح ديال العيد الفطور. هاد القميص هذا قميص عادي جدا في هاد لي موتيف هادو بحال هكا معاه سريويل ومعاه الدساره ديالو كلشي معاه هنايا. بالنسبه لسيليا كيف ما قلت لكم راه ديجا عرمه ديال الكسيوات تبارك الله اللي تقدينا ليها انا وباباها. هانتوما ديال الصيف كاينين ديال السيوكيكي كاين ديال كيابي كاين ديال زاغا كل شي حاجه كل حاجه. منين خديت ليها بزاف 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 بحال هكا يو ديال ميني ماوس بحال هكا بزاف د الحاجات الصراحه كلهم عندها جداد. هادشي كله باقي ما لبساتوش. هانتوما بزاف د الحاجات ديال الصيف عندها باقا ما لبساهمش وكاينين ناس وحدين اللي ديجا لبساهم. هادي حتى هي هادي بعدا تقاصت بشي حاجه حيت كنقيس هنايا بيديا مسخين. هادي حتى هي خديتها لها مؤخرا زوينه بالكمام. هادي سخيخنا شويه تبقى لها دابا حتى العام الجاي ان شاء الله. مالك ماما سيليا ما خصش بابا يتحرك من حدا. هادي حتى هي باقا جديده. شنو اخر هادي حتى هي جديده. المهم بزاف د الحاجات هنايا كلهم جدادين تقريبا. هادي حتى هي جديده. هادشي كله ديال الصيف. هادي ديجا ملبوسه مره وحده. ايوا شنو اخر وباقي العطيه. هادي حتى هي جديده. بابا هتموت عليه. هادي حتى هي جديده كلهم هادو جدادين. وحتى هادي جديده. ايوا وهادشي اللي كاين الزلبه ديال بنتي. بالنسبه لي زاكسوار غنشارك معكم هذا التيروار هذا. ما تخلعوش التيروار هذا راه غير مرون مرون مرون. مازال ما خديتش هذوك لي غونجمون اللي خاصني بالنسبه لي تيروار الكوافوس. لي زاكسوار اللي خديت لسيليا خديت ليها هادو في الغوص وخاصه راه ما عندهاش شي حاجه في الغوص. مي ما لقيتش ليها في اللون ديال هذيك اللبسه ديالها شي حاجه العيد خديت ليها هادو حيت انا عارفه اي اكسسوار ديالها عندها ديال الذهب ما غاديش نديرهم لها حيتاش غتقطعهم. هادو راه محال يسلكوا معاها. كتقطع بنتي بزاف. خديت ليها هادو حتى هما هاد لي بابيون هادو ديال الشعر. خديت ليها شوفوا هادو لي كوطون تيج الودنين شعري بقى تما لي كوطون تيج الودنين تخوا. خديت ليا انا هاد الجوج هادو وهاد الباندات حتى هما. شنو اخر المهم خديت ليها واحد السيري ديال هادو ما عرفتش باقا منو شي حاجه ولا لا. هاد غيحسوا بيه غير الامهات اللي عندهم بنوتات. هاد لي زاكسوار هادو وهاد الباندات وهاد الشيء ما كيبقاوش كيطيروا 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 بحال ما عمرك شريتي. ردوا هاد الشيء لبلاصتو هنا حتى نقادوه ويح الله. هنايا فين حطيت الاخرين فلوس. مضحكوش عليا مضحكوش عليا مضحكوش عليا. المهم هنايا هاد السيري هو اللي قلت لكم راه الاخرين ديالهم لبستهم لها وبقاو في البواطه ديال التبدال ديالها. كانوا فيهم بزاف الالوان كان فيهم النوار البيض والغوز وهاد الغوزان ديال والحمر. ايوا هذا ما كان. ايوا المشاهدين هادي هي حاله عادل هو تيصلي مع سيليا ما كتخليش حتى هي كتقول الله اكبر. سيليا ديري بنتي الله اكبر اكبر. شفتي تقولها زعما ما كتخليهش يصلي دائما دائما بحال هكا كتمشي كتبقى تشعبط عليه تبقى تضربو تبقى خايبه. الله اكبر ديري الله اكبر مع بابا ديري اكبر اكبر. قالت لك الله اكبر شفتي تخشى صافي اجي اجي. والمشكله تيقول لك صافي بلا ما تحيديها خليها الا حيتها تبدا تغوت يتقلق هو كنخليها. قولها دير الله اكبر قولها دير الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولي الله اكبر. انتما كتصليتها الله اكبر دير 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 الله اكبر. هاي نمشيك الله اكبر يعني. نمشيك الله اكبر ايضا الله اكبر نمشيك. نمشيك بابا بابا
ما يصلي ما ياكل ما يخرج ما يدوش ما ي... كل شوية بابا داكشي اللي كنشوف هيا دير الله أكبر أبل أبل قلت لك أبل الله أكبر الله أبل كتقول الله أبل جينو كسكسو ديالنا وجد هو تبارك الله ما شاء الله خديت هذه المره كسكسو متوسط مولفه كناخذ غير كسكسو رقيق اولا السميده اليوم خديت كسكسو متوسط حيت خديته من بيم عجبني الصراحه قلت علاش لي ما نجربوش ساعه غزال هنايا عندي جوج قصريات من اكبر القصريات اللي تقدروا تلقاوهم في السوق والعكس صحيح شوفوا يدي قداش المهم عندي جوج هذه اكبر من هذه غتبان لكم غير في الشوفه هذه انتم شوفوا هذه كبر منها شويه وغرق عليها هذه كنديرها لجارتي وهذه كنديرها لينا حنا باش داكشي حدو قدو ما يشيط ما يدق الجر ماشي داكشي زعما مسكي ماشي بطشيتش الماكله النعمه مسكيه وتخسر ولا شي حاجه كنسكي لينا حنا غير هذه وهذه ديما ديال جارتي اي حاجه منها ديال جارتي هذه اللي غنسكي لها هي دابا غادي نقسم غندير واحد الزبيته بلدي هنا ولا زبيته ديال اركان وغادي نحرك بها نحرب بها داك الكسكسو كله في حركه وغادي نقسم هنايا ديك الساعه واللي شاط كنديروه سايكوك ديالي قسمت فيهم كسكسو جا بحال هكا غادي غير نزيد نقاد شويه من الجناب وغادي ديك الساعه نتسنى غير صفر صفر ديال الكوكوط حيت حنا ضروري بقى ليا هذا وبلي بقى ليا هذا هو دابا اللي غيبقى بالنسبه لسايكوك بحال اي عائله مغربيه كنحماقوا على سايكوك بالنسبه ليا انا دابا اخر حاجه كنزيدها في الكوكوط هي سورتو بالنسبه للكوكوط هي البطاطا دابا انا عاد زدت البطاطا باش البطاطا والكورجيت باش ما تفتتش ما تدوبش زعما في الكوكوط يلا يستها دابا غنتسنى 5 دقائق والكوكوط كتصفى وغادي نطفي باش نسكي السيده الكسكسو ديالها وغندير لها السلوفان وندير لها وديالنا حنا غنخليه حتى غيقرب يأذن عاد نسكيه القصريه ديال جارتي سكيتها بحال هكا درت لهم هما خضيره كامله اللي درت في الكسكسو هذا الشيء اللي درت الخضيره حيت حنا ما كناكلوهاش وما بغاهاش عادي والتسيليا ديجا صبت لها اليوم لا سوب هنا درت لها البينه وهنا درت لها واحد شويه المرقه باش الا بغات تزيد تروي ولا شي حاجه واخا هو مروي ايوا هذا الشيء اللي كاين